طيب شرد التليفون. هذا التليفون اللي اخذته فيه كل الذكريات الحلوه بحياتي، بعد ما اخذته ما ضل شي غالي عندي. تعال خذ جزداني كمان اذا بدك. استنى، طالما اخذت الجزدان تعال خذ ساعه كمان. استنى، خذ البلاكه كمان وخذ كل شيء عندي. حمش انت غبي يا زلمه، والله زعلتني عليك، لو بعرف هيك ما كان سرقتك. خلص خذ مني هال100 دولار وتوكل على الله. اذا الموضوع هي خلينا اعمل مثله اخذ 100 دولار. استنى، تليفوني فيه كل الذكريات الحلوة. وبعدين مع هاليوم اللي ما راح يخلص، تعال خذ جزداني كمان. استنى، يلعن أخت هالمصلحة. خذ كل شي معي، خذ الساعة والبلاكة، وإذا بدك خذ الكنزة وخذ البنطلون. إيش لا؟ عم هدي راح لك، انا سراني عن جد لك. وين الدولارات؟ ايش فيك؟ هدول الاغراض ورح نتقاسمهم بالتساوي. تمام، وانا ايش قلي؟ ها ها، انت عيني، انا قلي الجزدان والتليفون والساعة، وانت خذ البنطلون والكنزة. شو؟ كنزة وبنطلون؟ لكن ايش بدك؟ انا قلي الكنزة والبنطلون والجزدان والتليفون والساعة والبلاك. وانا شو ضل لي؟ انت ضل لك الكلسون، خده. كلسون.